خلينا دلوقتي بقى نروح للحدث الهام جدا، كأس العالم، البطولة الأهم في كرة القدم. النهارده كانت أولى مباريات ربع النهائي واللي شهدت مفاجأة خروج البرازيل من المونديال على يد كرواتيا بضربات الجزاء. صدمة لعشاق السامبا، البرازيل من أهم المنتخبات في كأس العالم. والآن بتجرى المباراة الثانية في ربع النهائي بين هولندا والأرجنتين، ونتيجة بتشير لتقدم الأرجنتين على هولندا بهدف دون مقابل حتى الآن. أما بقى بكرة، فبكرة في ماتشات مهمة جدا جدا جدا، وقلوبنا طبعا مع المغرب في مواجهتها مع البرتغال، كمان في مباراة قوية جدا هتجمع بين إنجلترا وفرنسا. خلينا نعرف كواليس مباريات اليوم وما المتوقع غدا في ربع نهائي كأس العالم مع الناقد الرياضي أحمد عصام. بنرحب بحضرتك، ويعني أهلا بيك معنا في برنامج التاسعة. مساء الخير عليكي، وبرحب طبعا بيكي ومشاهدين الكرام. اهلا بيك. البرازيل وكرواتيا يعني مفاجاه للجميع. طبعا منتخب البرازيل مرشح الاول ان هو ياخد كاس العالم، يخرج بربع من ربع النهائي مواجهه كرواتيا. كرواتيا اللي كانت مرشحه انها تخرج قدام اليابان الدور اللي فات، اللي صعدت من المجموعات بصعوبه جدا. طبعا المغرب كانت تصدرت المجموعه على حسابها، مفاجاه كبيره جدا لينا ولكل الجميع حول العالم. منتخب كرواتيا بيصنع الحدث للنسخه الثانيه على التوالي في كاس العالم، النسخه اللي فاتت وصل النهائي وطلع وصيف قدام فرنسا البطل. منتخب البرازيل بيخيب ظن طبعا كل مشجعيه والجماهير، الناس كلها كانت مستنيه نيمار يشيل الكاس، والناس كلها كانت منتخب البرازيل والبعثه كلها والجماهير حتى اللي سافرت قطر هي رايحه على سن هم بطل كاس العالم، وده اللي تسبب في خروجهم مبكرا كمان ربع النهائي. ان البرازيل يخرج من ربع النهائي ده دور مبكر جدا، حتى ما وصلوش النهائي، ده كان اقل طموحات تيتي مدرب البرازيل ونيمار. حتى نيمار قبل البطوله يتكلم وقال لا دي اخر نسخه ليا في كاس العالم، النسخه اللي لكاس العالم، على اساس ان هو خلاص هياخدها، وان هي دي تبقى بقى نهايه المحفل الدولي بتاعه مع منتخب البرازيل. طبعا مفاجاه كبيره جدا سيناريو حتى المباراه. منتخب البرازيل كان داخل الماتش، ولما الشوط الاول خلص 0-0 كان باين جدا ان هو خايف، ابتدى يخش الرعب والخوف قلوبهم ان هم خلاص احنا هنطلع من البطوله ولا ايه، احنا مش هناخد البطوله، فاهم؟ اللي هو حاجه دخلت جوه قلوبهم كده فجاه مره واحده ما كانوش جاهزين ليها، احنا ممكن ننزل نكسب 2 و3 زي كل ماتش. فده اللي تسبب طبعا في خروجهم مع براعه الحارس طبعا الكرواتي النهارده اللي شال فريقه للماتش الثاني على التوالي. طيب تفتكر بشكل عام لو هنبص لمجمل مباريات البرازيل، شايف ان البرازيل في النسخه دي من كاس العالم، شايف ان هي ادت بما يليق بتاريخ البرازيل او اللي احنا عارفينه او بنتابعه من منتخب البرازيل على مستوى الاداء السابقه؟ على مستوى الاداء لا، بس على مستوى النتائج يعني منتخب البرازيل كسب كوريا الجنوبيه الماتش اللي فات صحيح في الدور ال 16 4، بس على الاداء هو عمل شوط واحد بس. حتى الشوط الثاني اللعيبه نازله، مهارات البرازيل والثقه الزياده، فعلى مستوى الاداء في المباريات لا، ما مش 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 مش, مش مستوى منتخب البرازيل. حتى في دور المجموعات شفنا طبعا مفاجاه الكاميرون لما كسبت منتخب البرازيل، لما تيتي كان مريح كل اللعيبه تقريبا. لا حتى اللعيبه المفروض في الصف الثاني في منتخب البرازيل، ده منتخب البرازيل احسن ناس بتطلع مواهب في العالم في الكوره، فحتى الصف الثاني ما ينفعش يخسر من منتخب طبعا زي الكاميرون. منتخب طبعا كويس كل حاجه، بس ده برده منتخب البرازيل في الاول وفي الاخر. تيتي حتى الجماهير البرازيليه هجمته شويه بعد دور المجموعات، احنا عايزين اداء، الاداء هو اللي بيتحسن. غياب نيمار كان مؤثر جدا النهارده، نيمار هو اللي جاب الجون، بس نيمار بيقدم مستوى في كاس العالم مش احسن حاجه بالنسبه له وبالنسبه لطموحاته، ان دي هتبقى اخر بطوله ليه على حد ما قال قبل البطوله. منتخب البرازيل المتجج بالنجوم طبعا ما قدمش المستوى اللي الناس كلها كانت منتظراه، وتقريبا منتخب البرازيل في البطوله ممكن يكون لعب ماتش واحد بس من الخمس ماتشات اللي لعبهم، ماتش واحد كويس شوط بيلعب على فترات متباعده 10 دقائق في ماتش ربع ساعه، اللي هو بيلعب على زي ما بيقولوا كده على قد الماتش، وده مش هينفع في الكوره طبعا. ده كاس العالم سبع ماتشات تبقى بعد كده بطل كاس العالم. النتائج مطلوبه طبعا عشان تكسب بالظبط، بس انت الاداء السيء بتاعك هو اللي وصلك للمرحله دي، ان انت حتى النهارده ما قدرتش تعمل نتيجه كويسه تطلع من البطوله. طب تراجع الاداء ده بترجعه لايه يا استاذ احمد؟ والله ده خوف من المدرب تيتي بصراحه. تيتي معاه لعيبه على احسن مستوى، ده لعيبه من احسن اللعيبه في العالم، في كل مركز عنده لعيب واثنين وثلاثه في كل مركز. هو مدرب نوعا ما بيخاف اللي هو ايه، انا مش هلعب كره البرازيل اللي متعودين عليها هجوميه طول المباراه، لا بيجي عنده وقت كده معين ويحس ان هو خلاص ده احنا كده خدنا اللي عايزينه من المباراه، احنا ممكن نرجع ندافع نستحوذ على الكوره الاستحواذ السلبي بدون هجوم بدون مهاجمات. دايما هو في حته الخوف دي، وده كمان على فكره اللي خسره كوبا امريكا اللي كانت في البرازيل قدام الارجنتين النسخه اللي فاتت. انت في وسط ملعبك في وسط جماهيرك بتخسر قدام الارجنتين،
الغريم اللدود زي ما بيقولوا كده ليك ميسي. فده ده اللعيبه بتاخد شخصيه المدرب، وده كان باين جدا. اللعيبه النهارده في نوع من انواع الخوف، فكرواتيا ما راحتش كتير خالص على جون البرازيل، ولكن لما كانت بتروح كان بيبقى في خطوره. عكس البرازيل، البرازيل الشوط الاول ما عملتش اي حاجه، الشوط الثاني قدموا 20 دقيقه بس كويسه، دي اللي اضاعوا فيها، وكان الحارس الكرواتي بصراحه بارع فيها جدا. ولكن انت المباراه 90 دقيقه، مش مطالب ان انت تلعب كل مباراه 10 او 20 دقيقه عشان تاخد اللي انت عايزه. طبعا الكره بتعاند، كره زي ما احنا بنقول كده غداره، مش بتمشي طبعاً على مزاج حد. اكيد. فلكل مجتهد النصيب، والنهارده منتخب كرواتيا استحق التاهل طبعا، وحارس كرواتيا هو بطل البطوله لحد دلوقتي. طيب قبل ما انتقل مع حضرتك لمباريات غدا، دلوقتي المفروض انه مباريات هولندا وارجنتين شغاله. بالظبط، المنتخب الارجنتيني متقدم 1-0 قبل ما ادخل معاكي. ميسي طبعا، ميسي ثم ميسي، يا بخت اللي عنده ميسي، يعني مليونيل ميسي بيصنع دايما وبيصنع الفرص لفريقه وبيعمل الفارق دايما. الشوط الاول كان اداء سلبي نوعا ما من الفريقين، استحواذ سلبي، كره في نص الملعب دايما، تدخلات خشنه شويه من لعيبه الفريقين، بس ميسي ظهر في كره واحده طبعا، ودى لعيب الارجنتين مولينا يجيب جون. فخلاص انت عندك ميسي، فانت قادر ان انت تحسم اي ماتش في اي ثانيه من دقائق اللقاء. فمنتخب الارجنتين شايف كمان ان هو اقرب للمباراه دلوقتي، يعني حتى الشوط الثاني هو ماسك كوره نوعا ما، فمنتخب الارجنتين اقرب من اي وقت سابق ان هو يوصل لنص النهائي ويقابل منتخب كرواتيا. طبعا هو لو وصل هو تفادى منتخب البرازيل، ودي كانت هتبقى مواجهه ناريه طبعا. منتخب كرواتيا هيخش كمان الدور الجاي هو مرهق، لعيبه كمان سنها كبير في منتخب كرواتيا، لعبوا 120 دقيقه قدام اليابان الدور اللي فات، 120 دقيقه النهارده مرهقه جدا جدا قدام البرازيل. فهيخش منتخب، هيخش المباراه الجايه قدام الارجنتين او هولندا، انا اعتقد ان كسبان من الارجنتين وهولندا هيضع قدما في النهائي بشكل كبير جدا.